بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي توحد بجمال جبروته وتفرد بجلال ملكوته، له الصفات المختصة بحقه والآيات الدالة على أنه غير مشبه بخلقه، فسبحانه من إله أذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته الأبدية، وأدهش الخواطر عن الإحاطة بجليل صفاته السرمدية، وهو المعروف بالربوبية والموصوف بالألوهية. من ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه العجائب، وظفر منه بنيل المآرب، ومن أمل سواه أبعده وأشقاه والعياذ بالله. أحمده حمد عبد غرق في طاعته فهام في محبته، وأشكره شكر من هو غارق في بحار نعمه وآلائه ومنحه. سبحانك ربنا، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. عميت عين عبد لم تلاحظ آلاءك وجلالك وكمالك وأفضالك، وخسرت صفقة عبد لم يلجأ إلى ركنك المكين أو إلى كهفك الأمين. سبحانك سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك، ولا ذكرناك حق ذكرك، ولا شكرناك حق شكرك. فنسألك ربنا أن تفتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأن تكسر أغلال عقولنا بمعرفتك، وأن تقذف في أفئدتنا من نورك الفرقاني حتى نشهد حقيقة الداء والدواء ونرى حقائق الأشياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله نشيد إباء ولحن فداء، سيبقى يتردد في الكون صداه، ولن ينقطع على مر الأزمان نداه. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء،
الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وأشهد أن قائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، سطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان. بعثه رب العزة والجلال على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله، صار بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها. فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، عبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، إن نظرة سريعة فاحصة على ما يجري حولنا وما يجري على ساحة الأمة وفي واقعها ليؤكد بالبداهة، بدون أن نعمل التفكير المعمق أو التحليل الموثق، يؤكد بالبداهة بأن هناك هجمة استئصال، وهناك محاولة التهام لما تبقى من هذه الأمة. نحن نعلم علم اليقين بأن شهية أعداء الله لا يمكن أن تنقطع أو تتوقف أو تنتهي، طالما أنهم يرون أن هناك ضحايا يسهل التهامهم، أن هناك بلاد يسهل ابتلاعها، أن هناك شعوب يسهل احتلالها والعبث بها واللعب بها. فالشهية لا تتوقف ولا تنقطع. أخذوا الأندلس، قلنا لعلها حرب استرداد كما أعلنوا، فكانت أرضهم فيما مضى
كانت أرض ظلام وظلمات وخرافة وجهل وصراع أهلي، دخل نور الإسلام فشذبها وهذبها، وحدها وصان إنسانية الإنسان، بنى الأركان والجدران والعمران، أرسى قواعد حضارة علمية ثقافية فكرية دامت قرونا عدة، نقلت أوروبا بمجموعها من عصور الظلام والتخلف والخرافة والصراعات والحروب إلى عهد جديد فيه النور، فيه العدالة، فيه الكرامة، فيه الخير، ومع ذلك نقموا علينا وقالوا هي حرب استرداد، فأعملوا سيوفهم في رقاب المسلمين على حين غرة، مستغلين خلافاتهم وحروب ملوك الطوائف وحرص الحكام على مناصبهم وكراسيهم، وضاعت الأمة بالشحناء والبغضاء والفرقة والزعامات والفرعونية المتسلطة والقارونية الكانزة، ضاعت الأندلس. وقلنا لعل الأمر يتوقف عند هذا، قابلوا عدلنا بظلم، قابلوا حريتنا بعسر، قابلوا إكرامنا لهم باضطهاد، قابلوا تحريرنا لهم، تحرير عقولهم وأفكارهم وقلوبهم ومجتمعاتهم، قابلوا كل ذلك بمحاكم تفتيش تفننوا فيها في ذبحنا، تفننوا في تقطيع أوصالنا، وذبحوا مئات الآلاف لا عد لها ولا حد، وهجروا البقية الباقية. قلنا ومع ذلك لعلها كما يسمونها حرب استرداد لأرض يزعمون أنها لهم، والأرض لبانيها، الأرض لصانعها، الأرض لمحررها، الأرض لمن يرسي إنسانية الإنسان وكرامته فيها. الأرض ما كانت يوما لطاغية، وما كانت يوما لجبار، وما كانت يوما لمتعسف، ما كانت يوما. إن أرض الله واسعة وأرضي واسعة وإياي فاعبدون، هكذا يقول ربنا، فالأرض أرض الله، وما كانت يوما لمن يهدمها أو يخربها أو يستذل أهلها أو يستعبد أبناءها. الأرض يورثها الله لعباده الصالحين المصلحين الهادين المهديين، فإذا ما استطاعوا صياغتها وصناعتها وبناءها وعمرانها فهم أحق بها. ومع ذلك قلنا لعلها حرب استرداد للأندلس لتلك البلاد، ووضعنا في جراحنا ملحا لعجزنا، ولأننا لم نستطع أن نقدم شيئا لاستنقاذ الأندلس، لأنه كما ضاعت الأندلس هناك بسبب الشحناء والبغضاء والفرقة، كانت كل بلاد العالم العربي والإسلامي مشغولة بمثل ذلك، ويأكلها من الأدواء والأسقام مثل ذلك. أسقطوا الخلافة العثمانية، وإن كان فيها ما فيها في آخر عهدها، ولكنها كانت خيط ينظم الأمة، ينظمها من المحيط إلى المحيط، ومن طنجة إلى جاكرتا، ومن كاشغر إلى بواته. كانت عقد الخلافة يجمع شتات الأمة المتفرقة، ويصنع منها كيانا جغرافيا ممتدا متماسكا متلاحما، وكيانا اقتصاديا يتكامل فيما بينه، ومناطق الغنى ترفض مناطق الفقر فتكون هناك حالة توازن، وكيانا سياسيا يجعل لنا رهبة وهيبة أمام الدول الكبرى والكيانات العظمى. ففرطوا عقدها ومزقونا إلى دويلات، وكانت سايكس بيكو بعد سلسلة من التآمر جعلتنا حدودا مصطنعة، مزقت الأرض الواحدة، فسورية الكبرى على سبيل المثال اقتطعوا من خواصرها لواء اسكندرون ولبنان وفلسطين والأردن، وكانت أرضا واحدة أو إقليما واحدا متكاملا متناغما. وضعوا الحدود، ثم أثاروا النعرات، أثاروا مشكلة الأقليات
وما كانت الأقليات يوما في تاريخ هذه الأمة مشكلة. عاش معنا إخواننا من كل الملل والنحل عيشة الوئام والتعايش السلمي والتكامل الاجتماعي، وأسهم المسيحي مع المسلم، بل اليهودي مع المسلم، والعربي والكردي والتركماني إلى جنبا إلى جنب، أسهموا في دفع عجلة الازدهار والاقتصاد والبناء والإرساء والنهوض. ولكن أثيرت مشكلة الأقليات الدينية والأقليات العرقية والأقليات المذهبية لكي يجعلوا منها في كل أرض بعد التجزئة، بعد سايكس بيكو، لكي يجعلوا منها في كل كنتون محاصر، يجعلوا منها مشكلة داخلية هي عبارة عن بركان قابل للانفجار. يحسنون توظيفه ويحسنون العزف عليه لكي يتدخلوا متى ما أرادوا وشاءوا تحت ستار حقوق الإنسان وحرية الإنسان، يتدخلوا في الشؤون الداخلية سياسية كانت أو غيرها، ويستعملوا هذا ورقة ضغط علينا وعلى بلادنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زالت مشكلة السودان وجنوبه، وما زالت مصر وأقباطها، وما زالت المملكة ومناطقها الشرقية، وما زالت سوريا والجزيرة، وما زالت العراق والشمال، وما زالت، وهكذا في كل أرض، في كل بلدة، في كل قطر أثار هذه المشكلة، ولعبوا على أوتارها. وللأسف استطاعوا أن يعبئوا بعض أطراف تعبئة خبيثة جعلتهم أذرعا لخطة استعمارية يريدون من خلالها أن يقضوا على البقية الباقية من أرضنا ووجودنا وخيراتنا وكياننا السياسي المستقل. أيها الأحبة، فرطوا عقد الخلافة، مزقوا، قسموا، أثاروا الأقليات العرقية والدينية. قلنا لعل الأمر، لعله يكتفون بهذا. احتلوا فلسطين جهارا نهارا، اقتطعوها من جسدنا العربي المسلم، غرسوا خنجر إسرائيل في خاصرة جسدنا في أقدس المقدسات، في أطهر التربة وفي أبرك بقعة على وجه الأرض. وقلنا لعل الأمر يتوقف عند هذا. احتلت العراق هكذا، لم يثبت دليل على ما اتهموا العراق به، بدءا من أسلحة الدمار إلى ارتباط العراق بالتنظيمات الإرهابية الدولية إلى كل ما أثير حول العراق من تهم سوقها الإعلام الغربي والعربي من أجل أن يلتهموا العراق. أرادوا العراق لأنها كعكة غنية، غنية بالنفط، غنية بالماس، غنية بجبال ذهب لم ينقب عنها إلى الآن، غنية بأرض خصبة، غنية بمياه دجلة والفرات. وكل مراكز الأبحاث تقول بأن المعركة المقبلة هي معركة مياه قبل أن تكون معركة نفط. أيها السادة، التهموها هكذا على مرأى ومسمع. وللأسف لولا الأجواء العربية والأرض العربية والتسهيلات العربية والقناة العربية، لولا كل ذلك لما استطاعوا أن يلتهموا العراق بهذه السهولة، ولما قدروا على أن يقتطعوها منا ويجعلوها جرحا جديدا غائرا بين جراحنا. قلنا لعلهم يتوقفون عند ذلك. بدأ ملف لبنان يثار بطريقة قذرة، وصل إلى ما وصل إليه الآن، وليت الأمر يتوقف عند هذا. وصدقوني، إن ما يجري الآن في لبنان هو أشبه ما يكون بمعركة الجمل في صدر الإسلام الأول، مع اختلاف التوقيت واختلاف المعطيات والأطراف. ولكن في كل الأخبار التي تذاع الآن عن أزمة لبنان والصراع المسلح وسقوط القتلى وحرق المباني واستعدادات لمناوشات أكبر، كل هذا في الضجيج الإعلامي يمر مرورا بطيئا، يتكلمون عنه بتفصيل إلا خبر واحد أرادت الفضائية السورية أن تركز عليه عبر مراسليها، ولكن يعني طول الخبر ومرروه بسرعة، بل حاولوا إنكاره، وهي أنه تم رصد
فرق مدربة من القناصة تتمركز على أسطح البنايات في مواقع متفرقة من بيروت وصيدا وغيرها، تقوم باستهداف المتظاهرين، وهي التي ترديهم قتلا من أجل أن توتر حدة الصراع وأن تزيد المعركة التهابا. من هؤلاء ويعملون لحساب من؟ ونحن نجزم تماما بأن لبنان بعد خروج الجيش السوري منها صارت مرتعا خصما للموساد والCIA، يتحركون فيها كما يشاءون ويدبرون من المؤامرات والاغتيالات والفتن ما لا يخطر على بال جهارا نهارا، ولهم من العملاء والواجهات الكثير. إن هناك مشروع فتنة يدفع لبنان إلى حرب أهلية جديدة، لكنها أخطر من سابقتها. أتدرون لما؟ لأن هذه الحرب الجديدة التي تدار الآن على أرض لبنان ستكون هي نواة حرب شاملة في المنطقة، فيما لو نجح العقل اليهودي المتطرف، ونجح الكيان الصليبي اليميني المتطرف، ونجحت آلية المحافظين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتل أبيب، نجحوا في أن يسوقوا مشروع الفتنة والصراع. إنها نواة هرمجدون، المعركة المقدسة التوراتية الإنجيلية التي يحلمون بها منذ مئات السنين ويعملون من أجلها. وإذا كنتم لستم أصحاب ذاكرة مفقودة، وإذا فيكم من يقرأ التاريخ جيدا ويرجع إلى صفحاته بين الحين والآخر لكي يدرك من خلال الماضي ماذا يجري في الحاضر، لأن اللعبة ممتدة وهي حلقات متواصلة. أتذكرون يوم رشح رونالد ريغن نفسه للحكومة الأمريكية للرئاسة الأمريكية؟ أتدرون أول حملة انتخابية كيف تمت وماذا قال فيها؟ أول ما ظهر ريغان على شاشات التلفزة الأمريكية والعالمية كان يحمل الإنجيل بعهديه القديم والجديد، النسخة الكاملة، يحملها بيده ويرفعها أمام الناس ويقول: في هذا الكتاب حل لمشاكل العالم، ومن خلال رؤيته للمستقبل سنصوغ مستقبل العالم. أتدرون ماذا في هذا الكتاب؟ إن حزقيال ودانيال الفصلان في العهد القديم أيها الأحبة ليؤكدان بوجوب قيام الصليبية المتعصبة الدولية المحافظة بالقيام بتصعيد التوترات في منطقة هرمجدون اللي هي منطقة في فلسطين وجزء من الجنوب اللبناني تصل إليها، بتصعيد التوتر هناك إلى درجة يغرق المنطقة فيها في حرب لا هدف منه. هكذا حرب لا هدف منه، تمهد هذه الحرب ما بين أبناء المنطقة، تمهد أيها الأحبة لتدخلات لقوات دولية هي قواتهم يتمركزون في هذه المنطقة، ثم يبدأون بالاستعداد للمعركة المقدسة الفاصلة. ما قوات اليونوفيل التي أدخلوها إلى لبنان إلا طليعة لهذا المشروع البعيد المدى؟ وسأذكركم في قادمات الأيام، سأذكركم بما أقول الآن وأنا أعي ما أقول. وما الصراع بين حماس وفتح الذي أثاروه ونجحوا في إيصاله إلى حد أنهم صاروا يفجرون السيارات ببعضهم ويقتلون بعضهم في الشوارع؟ وكان شعار الفريقين في حماس وفتح بأن الرصاص محرم أن يوجه إلى الصدر الفلسطيني. ما الذي جرى حتى يجري هذا الاقتتال؟ إنه المشروع، إنه مقدمات هذا الحلم الكبير الذي ينشدونه، إغراق لبنان في فوضى. تدخل قوات يونوفيل ومن خلالها يبدأ الإعداد ورسم جغرافية المعركة المقدسة. صراع في فلسطين يسمع أيها الأحبة للكيان الإسرائيلي أن يلتقط أنفاسه ويعيد ترتيب أوراقه ويبدأ بالإعداد لهذه المعركة الفاصلة، بل إنه موقعا يهوديا يشرف عليه بعض حاخامات متطرفين من تل أبيب لا يجزم بأنه نهاية 2007 هذا العام الذي نحن فيه
يجب أن يكون بداية الحرب المقدسة الكبرى التي ستشن على كامل أبناء المنطقة للإبادة. إنها حرب إبادة، إنها حرب إبادة. إذن ما يجري في لبنان الآن، ما يجري في فلسطين، ما جرى في العراق، ما يعدون من سيناريوهات قذرة شيطانية جهنمية لسوريا، لسوريا الآن أيها الأحبة، يبدأ الموتورون ممن يسمون معارضة في أحضان أمريكا وبريطانيا وتل أبيب، المدعومين باستخباراتهم والممولين من أموالهم القذرة، الآن بدأوا بالإعلان عن سيناريو جديد، هو تشكيل حكومة بديلة في الخارج، تشكيل حكومة يريدونها أن تأتي على صهوات الدبابات الأمريكية وعبر حماية إسرائيلية يهودية، من أجل أن يحققوا الهدف الكبير لهؤلاء. لما ترعى أمريكا أمثال هؤلاء الجبناء؟ لما تدعم إسرائيل أمثال هؤلاء الخونة؟ إنهم أوراق مرحلة سيحرقونها ويوظفونها في الوقت الصحيح، ثم ترمى على مزابل التاريخ، وليتهم يعون هذا ويفهمون. إذن ما يعد من سيناريوهات قذرة، قذرة خارجية وداخلية، لتنبئ بأن القوم جادون ونحن نيام، بأن القوم عازمون ونحن في غفلة، بأن القوم يواصلون الليل والنهار وبدأت الوتيرة تتسارع بشكل مخيف، ونحن ما زلنا كالبلح نتلفت حولنا، ماذا يقول؟ ماذا هناك؟ ماذا يجري؟ أو إذا أراد أحدنا أن يتحرك فإما يذهب للتخدير وإما يذهب للتفجير. الله أكبر، ماذا هناك؟ ماذا جرى؟ ماذا يحدث؟ أين هذه العقول؟ لماذا أعرناها؟ لماذا عطلنا مداركها؟ فلنستوعب حجم المؤامرة. الحل، هذا أمر أشرحه وهو أمر جاد، والله لا أحدثكم عن قصص ألف ليلة وليلة، ولست بمحدث حضراتكم عن موضوع نمضي فيه دقائق ثم نمضي بأن نسقط فريضة وحسب عن كاهلنا، إنما أتكلم عن مصير مستقبلنا القريب، أتكلم عن مصير أعراضنا، أبنائنا، ذرارينا، خيراتنا، أموالنا، وجودنا، كرامتنا. أتكلم عن أرض، أتكلم عن وجود، أتكلم عن قضية كبرى. فأسأل الله أن ندرك، وأسأل الله أن نعي، وأسأل الله أن نستوعب. الحل أيها الأحبة في المرحلة الآن كحل سريع مطلوب منا: أولاً تعميق الانتماء إلى السماء، ثانياً توكيد الارتباط بالأرض. وماذا أعني بهذا؟ تعميق الانتماء بالسماء ورسالة السماء. أتمنى ممن ينتسب إلى دين، أتمنى ممن يفاخر بالتزامه، أن يكون نظره إلى هذا الالتزام من علم، وأن يكون الارتباط بالسماء لا بالأرض من خلال الدوائر والجماعات والمصطلحات التي فرقتنا ومزقتنا باسم الدين. أيها الأحبة، تعميق ارتباط بالسماء، بديننا، بإسلامنا الذي يجمعنا، يجمعنا سنة وشيعة، يجمعنا صوفية وسلفية، يجمعنا وجودا متنوعة، يجمعنا حداثيين وتنورين. إنه الإسلام الوعاء الأكبر يا سادة، إنه الإسلام يستوعبنا، يحتوينا. فلماذا مزقناه؟ لماذا حولناه إلى دوائر منغلقة، إلى مصطلحات عمياء دفعتنا إلى أن نتصارع باسمه ومن خلاله؟ إنه الإسلام، فلنشرف عليه من علم، فلنرتبط به ارتباطا كما أنزل، ارتباط يوحد، يجمع، يحقق الاعتصام والتداعي، ويصنع من الأمة جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليهودي في أي بقعة من الأرض يضع القلنسوة ويرفع رأسه ويمشي يفاخر بانتمائه لليهودية وحسب، لا ينظر إلى مذاهبها ولا إلى تياراتها. بل أمريكا طالبت منذ أيام بسن قانون في مجلس الأمن وهيئة الأمم، سن قانون يحاكم دولياً كل من ينفي محرقة الهولوكوست التي قامت في ألمانيا ضد اليهود، ضد الأقلية مئات أو عشرات، مع أنها كلها مفبركة والتاريخ أثبت زيفها.
أعدوا قانونا دوليا بضغط يهودي وهم أقل على اختلاف مذاهبهم على اختلاف جماعاتهم، واليهود ملل عديدة وتيارات عديدة، لكن صاغتهم اليهودية وحدهم الحلم اليهودي الكبير. وصلوا بأن يسنوا قوانين في المحافل الدولية إيش يحاكمون فيها من اللاسامية، يحاكمون فيها من ينكر محرقة من محارقهم عبر التاريخ. ونحن من لضحايانا؟ من لضحايانا؟ من لجراحنا؟ من لدمائنا النازفة؟ من لكل من للهولوكوست الكوني الذي مورس عن للمحارق الكونية التي حرقنا بها؟ لكن نحن مشتتون، هم وحدتهم اليهودية واعتزوا بها، ونحن بصوت خفيض على استحياء ننسب أنفسنا لا إلى الإسلام العظيم بل إلى جماعات وتيارات وتنظيمات وأحزاب ومصطلحات مزقت الدين وفرقت. تعالوا نحقق انتماء ساميا إلى السماء وحسب، كلنا تحت مظلة الإسلام العظيم وفي دائرة استيعابه، فإن هذا خطوة عجلة سريعة يمكن أن تؤجل أن تؤخر فقط يمكن أن تؤخر تماما ما ينوون من إجرام للمنطقة وما يرسمون من مخطط للإبادة لنا جميعا أيها الأحبة. ثم تعميق الارتباط بالأرض، إنها أرضنا يا سادة، من لا أرض له لا دين له، من لا أرض له لا شرف له. إن الارتباط بأرضك هو ارتباط مقدس، جزء من عقيدتك، جزء من إيمانك، جزء من هويتك، جزء من وجودك. أستغرب أن معاني الانتماء، معاني الوطنية، معاني الالتصاق بالأرض، معاني الاستعداد للذود والحماية خفت كثيراً عند الأجيال، وهذه ضمن لعبة ثقافية كونية مورست علينا. إنه ارتباط. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة يوم أخرجوه إكراها فتدمع عينه وهو يلتفت إلى الوراء ينظر ترابها جبالها السمر، ينظر أيها الأحبة حجارتها، ينظر إلى حصبائها، إلى انعكاس أشعة الشمس على ثراها على بطحائها، تدمع عينه ويقول والله إنك لأحب أرض الله إلي. إنها أرضه، إنها وطنه، إنها منبته. على أرضها درج، من مائها شرب، هواءها استنشق. إنه التصاق حب، إنه عشق. عشق أيها السادة كعشق بين الحبيب والمحبوبة، هكذا أنت وأرضك يا حبيب. يقول والله إنك لأحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، لولا أنهم أخرجوني ما خرجت. وثقوا ارتباطكم بأرضكم بأوطانكم واجعلوها جزء من المقدس، جزء من العقيدة، حاموا عن كل ذرة تراب، وإياكم أن تفرطوا بشبر منها. فتفريط بشبر من الأرض هو تفريط بجزء من الدين والعقيدة والإيمان. أسأل الله عز وجل أن نستوعب ما هو آتي، وأن نتدارك ما فاتنا من تقصير، وأن نتلاقى على ساحة العمل وفي خندقية المواجهة للمشروع الكبير، مشروع الاستئصال. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعياً نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف وكرِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضَ يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتصلح بها أحوالنا، وتزكي بها أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل، ويا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. يا خفي الألطاف أدركنا بلطفك الخفي. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. كم من مطبقة علينا بثقلها قد فرجت عنا أكمامها، فأبدلتنا بضيقها سعة وبسعتها دعة. اللهم إنا نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا فأغثنا، قد ترى ما حل بنا فأغثنا، قد ترى فحل بنا فأغثنا. يا غياث المستغيثين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا مالك الأمر يا الله، يا جبار يا قهار، يا قوي يا مقتدر، يا منتقم يا الله. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الناصر، لا نغلب وأنت القادر، لا نقهر وأنت القاهر. يا عالم السر، يا عالم السر، يا عالما بالحال، يا غنيا عن السؤال، تداركنا يا رب، تداركنا يا رب، تداركنا يا رب، تداركنا يا رب، تداركنا يا رب. ما عاد لنا سواك، ما عاد لنا إلا أبواب السماء، ما عاد لنا إلا الانطراح على عتباتك، إلا الانطراح على بابك. لا تردنا يا رب، لا تخزنا يا رب، لا تخذلنا يا رب، أيدنا يا رب، كلنا يا رب، كن معنا يا رب، انصرنا يا رب، أنقذنا يا رب، وحدنا يا رب، اجمع شتاتنا يا رب، لم شملنا يا الله. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا يا الله؟
إلى من تكلنا يا الله؟ إلى من تكلنا يا الله؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ يا رب 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 يا رب. إن لم نكن أهلا للدعاء، إن لم نكن محل للإجابة، فنسألك بدموع اليتامى، نسألك بصرخات الأيامى، نسألك باستغاثات العفاف، بصرخات أعراضنا المنتهكة، بصرخات صرخات أخواتنا في سجون الظالمين. يا رب يا رب. آهات إخوة أخواتنا في أبو غريب صمت سمع الكون، لا منقذ لهن يا الله. يا رب يا رب يا رب. لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، هم جردوا لك جمعهم والمال كي يؤذوا عيالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك، إن كنت تاركهم وأرضنا فأمر ما بدالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. يا رب يا رب يا رب. نسألك بمساجدنا المهدمة، ببيوتنا المحطمة، بدمائنا المهراقة، بأجلائنا المتناثرة، بأقصانا الأسير، بقدسنا الحزينة، بعراقنا الجريح، بعراقنا الجريح. نسألك بأنات أحرارنا، بأنات أحرارنا وهم يقبعون في سجون المحتلين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ننتظر إشارة السماء، ننتظر بارقة نصر يا رب، تبرد بها حر صدورنا، تشفي صدورنا يا رب. قعقع أبواب السماء بجبريل ومن معه، جبريل ومن معه، جبريل ومن معه، جبريل ومن معه. يا الله، يوم كيوم بدر، نصر كنصر حنين. يا الله يا الله يا الله يا الله. لا نملك الآن إلا آهاتنا ودعواتنا وأحزاننا وأشجاننا، رفعناها إليك وضعناها بين يديك، فاقبل منا القليل وأجرنا بالكثير، وعجل لنا بنصر تعز فيه أولياءك وعبادك، وتذل فيه أعداءك يا رب السماوات والأراضين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ورد غائلة الكيد والغدر والمكر عن بلادنا وبلاد المسلمين، أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وحدنا حكاما ومحكومين أمام الآتي من هجمة الكفر الخبيثة، اصنع منا رجالا هم أهل للنصر ومحل للتمكين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إخوانكم في مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم لكم إصداراتها الجديدة من الخطب خذوا ما أتيناكم بقوة، ألا في الفتنة سقطوا، لا لأمريكا، عظمة الله هجرتنا حياة، ومن المحاضرات توحدي يا جموع الحق فلتحيا المقاومة، أسرار خطيرة، المد الإسلامي إلى أين، نظرة إلى المستقبل القريب، كيف لا نحبك يا رسول الله، جدد حياتك، صرخات في وجوه اليائسين، لا تقل فات الأوان، الهجرة منطلق النصر. أيها الأحبة، لا تنسوا إخوانكم في مؤسسة الغرباء من دعائكم
في أن يكملوا مسيرتهم النورانية في ترشيد الأمة وتوعيتها. كما نذكركم بمحاضرة يوم غد في 7:30 في قاعة جامع الإيمان، وهي تحت عنوان تأملات في سنن الله، تأملات في سنن الله. نلقاكم غدا في 7:30. أقم الصلاة.